الواحد لما بيشوف المشاهد دي الحقيقة يعني بيفضل كده يرجع ويقول هذه القضية اللي عدت أكتر من 74 75 سنة والشعب بيحاول. يعني لو واحد بقى عنده 75 سنة النهاردة بقى راجل مسن، هو طول عمره بيحارب، هو وولاده وأحفاده، انتفاضات وتحركات واستشهاد وفدائيين، يعني لم يرتاح هذا الشعب يوما. والحرب دي كاشفة، تعرفوا كاشفة ليه؟ لأنها كاشفة للمصالح. يعني كلنا رأينا أنه العالم الغربي والأمريكي شيء يعني غير طبيعي، وبالذات الحكومات كاشفة تماما للمصالح. يعني كنت دايما إيه ترى أنه ربما يكون هناك حريات، ربما يكون هناك إنسانية، ربما يكون هناك عالم متقدم، ربما يكون هناك رؤية لتكنولوجيا حديثة. ولكن لما جاءت هذه الحرب رجعت ورا كده وتخضيت، لأنه لا إنسانية، المصالح نمرة واحد، لا يرون شعب اسمه فلسطين، لا يرون موت أطفال، لا يرون قتل النساء، لا يرون أي إبادة، هم يرون فقط المصالح السياسية اللي موجودة من خلال إسرائيل وموقعها وزرعها في الشرق الأوسط. فبالتالي أنت تقول يعني إسرائيل بتتعارك مع شعب عربي مش مهم، وكأن العنصرية عادت، وكأن العنصرية لم تتغير. مصالح غريبة جدا كشفت لنا كل هذه الشعوب، ويخليك ترجع كده وانت قاعد في بلدك كده مصر، وانت بتبص وتلاقي انه شعبك عامل اصطفاف عظيم مع القيادة بتاعته لمجرد خروج السيد الرئيس في القمم الثقافية بتاعته، القمم المختلفة اللي كان موجود فيها. فانت تلاقي على طول الشعب مصطفى، تيجي ترجع وتقول إذا كنا نحن شعب الشرق الأوسط والشعب العربي نقدر الإنسانية وندعم الإنسانية وضد أي محتل وضد أي عدو. ده اللي بيخليك ترجع دلوقتي وتقول ما يحدث في كل الدول بيخليك يعني تعمل علامات استفهام طول الوقت. كنا معاكم في بريطانيا وشفنا الاحتجاجات الشعبية اللي موجودة في الشارع البريطاني عاملة ازاي، وشفنا المواقف شكلها عامل ازاي، وشفنا قد ايه كمان ان الحكومات بتعاني لان صوت الشارع اعلى من الحكومات. نفس الشيء بقى حاصل في أمريكا كمان، أنه عملوا الحقيقة استطلاعات ولقوا أنه 40% من الشعب الأمريكي شايف أنه رد الفعل الإسرائيلي مبالغ فيه، يعني مبالغ بشكل كبير، رغم أنه الشعب الأمريكي عموما لا يتابع السياسة، ولكن صوت الحق واصل إلى الشارع في العالم. خليني أروح لمداخلة مزيد من التفاصيل نتكلم على نفس الموضوع مع سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. الحقيقة لسه كنت بقول هذه الحرب كاشفة للعالم بشكل كبير، يعني الكيل بمكيالين، اختلاف الآراء، احتجاجات شعبية، وإحنا بنتحدث اليوم وتحديدا مع حضرتك عن الشعب الأمريكي وسط الاستطلاعات اللي قالت أنه 40% من الشعب الأمريكي شايف أنه في مبالغات شديدة من قبل المحتل الإسرائيلي. هو طبعا حضرتك يعني بعد الأسبوع الأول من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدأت حركة احتجاج داخل الجماعات الأمريكية، وخصوصا الجماعات اللي تعرف باسم الاي في ليج يونيفرسيتيز اللي هي المستوى العلمي الرفيع جدا ومن أغلى الجماعات في الولايات المتحدة الأمريكية وأعرقهم. وكان في انقسام حضرتك بين في الجامعات دي، في الكامبس بتاع الجامعات دي، انقسام بين الطلبه والاتحادات الطلابيه اللي بتؤيد الفلسطينيين وبتعارض الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه، وقطاع اخر داخل الجامعه وخصوصا من الاساتذه اللي يعني بيؤيد اسرائيل. اتسعت هذه الحركة كلما استمرت الحرب، اتسعت هذه الحركة حضرتك وبدأ فعلا تساؤلات عديدة وعلامات استفهام حول التكتيك اللي بتتبعه إسرائيل في التعامل مع حماس في قطاع غزة.
من الناحية الأخرى الجاليات العربية الإسلامية أو الأمريكيون من أصل عربي ومن أصول عربية وإسلامية، الأسبوع الماضي وجهوا رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقالوا له صراحة إنه إذا موقفه استمر على ما هو عليه فإنهم لن يمنحوه صوتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة. فده كان حضرتك يعني له تأثير نسبي على مواقف البيت الأبيض بالنسبة لما يدور في قطاع غزة حاليا. طب يمكن وحضرتك بتكلمني يا ست سفير يمكن معانا يعني بث مباشر من نيويورك، وأيضا هناك يعني أهو الناس والاحتجاجات اللي موجودة في الشارع. السؤال برضو حضرتك يمكن بتتحدث عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ممكن يكون مهدد بالانتخابات الأمريكية القادمة. طيب كمان حزب الديمقراطيين وهو الحزب الحاكم والداعم للرئيس الأمريكي جو بايدن، النسبة بتقول أنه 58% من الديمقراطيين كمان ضد، يعني ضد ما يحدث وضد هذه المبالغة. حضرتك في انقسام في الحزب الديمقراطي. انقسام بين الفئه العمريه 40 عاما وتحت 40 عام، وبين اللي فوق ال 40 ال 50 سنه و 60 سنه. الفئه الاولى اللي هي حضرتك الشباب، اذا كنا ممكن هنسمي الفئه الاولى فئه الشباب، دي حضرتك لا تتفق مع الخط اللي انتهى والبيت الابيض حتى الان في التعامل مع الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه. ودي فئه مهمه على فكره، لان الفئه دي ما بتهتمش قوي بالسياسه، فده دليل على انه الصوت عالي بتاع الاحتجاجات. يعني فئه مهمه لان دول قاده المستقبل. صحيح. يعني دول داخل الحزب الديمقراطي ونسبه عاليه، ودول هم قادة المستقبل، وبدأت تتحدث عن هدن إنسانية وهدن إنسانية متتالية، وبدأت تبدي اعتراضها على التهجير القسري لسكان قطاع غزة. صحيح. إلى خارج القطاع، فبدينا نلمح في الخطاب السياسي الأمريكي دلوقتي تغيرات ممكن نصفها بأنها تغيرات إيجابية من وجهة النظر الفلسطينية والمصرية والعربية. نتمنى أنها بس تكون منفذة على أرض الواقع. يعني النهاردة كان في زي ما حضرتك قلت الهدن، ولكن مازال المتعنت الإسرائيلي يرفض أي هدن مقابل أنه هو يبقى عنده مقابل إفراج عن المحتجزين. حضرتك النهاردة لا، في تصريح النهاردة للمتحدث باسم المجلس القومي الأمريكي بيقول ان احنا اتفقنا مع اسرائيل على هدنة هتبدا من اليوم. يمكن اسرائيل بتحاول حضرتك يعني تناور بعض الشيء. اكيد. لكن اعتقد ان الهدنة اذا ما بداتش مساء اليوم هتبتدي غدا حضرتك، وتصوري ان الاداره الامريكيه عايزه تبني على هذه الهدنة. أكيد. يعني عايزه تبني على هذه الهدنه ويبقى في هدنه ثانيه. صحيح. يعني انا ده تقديري يا فندم، يعني وهي هدفها البعيد هو ان على اساس هذه الهدن المتتاليه تذهب الى وقف اطلاق نار. اكيد نتمنى كل هذا. السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق.